فوهات حرس الحدود كانت بالمرصاد لهذه الآلية وغيرها من آليات الحوثيين الذين حاولوا الاقتراب من الحدود السعودية، محاولتان خلال 24 ساعة، والنتيجة واحدة: تدمير وقتل من كانوا على متن مركبات ميليشيات الحوثيين. مصدر رسمي في قيادة حرس الحدود في جازان أكد أن دوريات حرس الحدود من جهة مركز جلاح التابع لمحافظة الحرث دمرت في المحاولة الأولى آلية، وفي المحاولة الثانية دمرت آليتين تابعتين لميليشيات الحوثي كانتا محملتين بالذخائر والأسلحة، مرجحا مقتل نحو 15 متمردا كانوا على متنهما. وانطلقت النيران بحسب المصدر باتجاه المتمردين من مسافة تصل إلى 800 متر. وتأتي هذه المحاولات الحوثية في الوقت الذي تشهد ساحات القتال في شمال عدن وتعز تقدما ملحوظا للمقاومة الشعبية، إذ قتل المقاومون في حي دار سعد شمال عدن العديد من المتمردين في مواجهات انتقل فيها القتال من شارع لآخر، وقصفت المقاومة الشعبية مواقع الحوثيين بصواريخ الكاتيوشا والراجمات. طبعاً أنا دمر أهداف معادية حاولت التقدم باتجاه مدينة الفيصل وتم القضاء عليها، والآن يتم التعامل مع بقية الأهداف التي انسحبت من هذه المنطقة. وسقط العديد من القتلى في صفوف الحوثيين في كمين محكم للمقاومة في لودر جنوبا، فيما ساد الهدوء الحذر على جبهات القتال غرب عدن وتحديدا على جبهة رأس عمران الساحلية. مصادر المقاومة الشعبية أشارت إلى أن القوات الموالية للحوثيين وصالح تراجعت إلى الخلف وتمركزت بالقرب من مدينة رأس عمران، وفي هجوم استباقي تمكنت عناصر المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على عدة مناطق في محافظة تعز كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح. راشد العيد، العربية.